إذا تحدثنا عن أكبر سرقة ذهب في كندا وسادس أكبر سرقة من نوعها على مستوى العالم، فلكم أن تتخيلوا نشوة الشرطة بالقبض على عدد من المتهمين بهذه السرقة وحيازة بعض المقتنيات. فك خيوط الجريمة للعلن يأتي بعد سنة من وقوعها في مطار تورنتو ومنطقة بيرسون. ففي هذا المطار الكندي تم تفريغ شحنة من الذهب من طائرة ثم تخزينه في منشأة لاحتجاز البضائع. في نفس اليوم وصلت شاحنة يقودها رجل على رصيف التحميل بمستودع البضائع التابع لشركة الطيران، ومعه بوليصة شحن مزورة، وطالب بالشحنة واستلمها ثم لاذ بالفرار بعد تقديم مستند مزور. تضمنت الشحنة 6600 سبيكة ذهب تزن أكثر من 400 كيلوغرام، وتقدر قيمتها بنحو 14.5 مليون دولار. ذلك إلى جانب عملات أجنبية تقدر قيمتها بنحو 2 مليوني دولار أمريكي. بعد هذه السرقة أطلقت الشرطة الكندية عملية تحت اسم 24 قيراط على البحث عن الجنات. رئيس الشرطة نيشن دورايا باح قال إن السرقة تنتمي إلى سلسلة أفلام نتفليكس. And this particular theft has become the largest gold theft in Canadian history, and it's one of the largest, for that matter, in North America. This story is a sensational one, and one which probably we jokingly say belongs in a Netflix series or something greater than that. نيشان أضاف أيضا أن مجرمين منظمين تنظيما جيدا من المجرمين ضالعين في هذه السرقة. الشرطة نشرت صور وثيقة الشحن الجوي والشاحنة التي تم استخدامها أثناء السرقة. من الأدلة التي أحرزت تقدما في حال الجريمة كان اعتقال الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لسائق بسبب مخالفة المرورية واكتشاف أسلحة نارية في نهرية في شاحنته. لا يزال ذلك الرجل رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة نارية. كما قبضت الشرطة الكندية على 5 مشتبه بهم، من بينهم موظفان في شركة الطيران التي كانت تنقل البضائع. حتى الآن مشاهدينا، استعادت الشرطة ذهبا بقيمة 90 ألف دولار كندي بعد أن تم تصنيعه على شكل 6 أساور. وقد صادرت الشرطة أوعية صهر وقوالب بالإضافة إلى مبالغ نقدية. قالت الشرطة إنها جاءت بأرباح من مبيعات الذهب. السلطات الكندية تقول إن المشتبه بهم في هذه السرقة الكبيرة متورطون في الاتجار غير المشروع بالأسلحة. This isn't just about gold. This is about how gold becomes guns. It isn't about stolen vehicles. Stolen vehicles become guns. And gold can be remade, and gold can be insured, and so can cars. But people's lives and what happens when guns are involved cannot.